السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد، وكل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. وانا عارف طبعا ان هي جت متأخرة شوية. من كام يوم كنت شفت تعليق من احد اصدقائنا واخواتنا هنا في القناة، كان بيطلب انه عايز يعرف ايه هي المكونات والعناصر الالكترونية اللي المفروض تكون موجودة عنده في الورشة. وكنا قبل كده عملنا جزء شرحنا فيه عدة عناصر الكترونية كتيرة جدا جدا. النهاردة الحلقة دي هتكون شاملة كل حاجة. باختصار شديد هقول لك على العنصر الالكتروني، هقول لك ايضا هتستخدمه في ايه وازاي، هقول لك كمان على سعره ومن اين تحصل عليه. وركز، هتلاقيني بتكلم بس على العناصر الالكترونية والمكونات الشهيرة اللي هتحتاجها بشكل كبير جدا جدا في المجال. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا عارفين المكثفات، وده طبعا حاجة ما ينفعش ان احنا نستغنى عنها. الطبيعي ان حضرتك هتحضر معايا ورقة وقلم، هنخلي المكثفات دي للاخر وهنشرح الحاجات التانية دي علشان الحاجات دي مهمة جدا جدا. تمام، حضرتك لو شغال في الريسيفر الميني او في الشاشات او في التلفزيون السي ار تي او في الريسيفرات العادية ريسيفرات اتش دي، كل ده برضو معانا النهاردة. وطبعا مش هننسى السماعات الصبر. نخلي المكثفات على جنب دلوقتي ونبدأ الاول وليكن مثلا بالباور اللي حضرتك شايفه ده. تمام، الباور ده اللي في ايديها دول طبعا تلاتة، ماشي، دول تلاتة. حلو، طيب الباور ده فايدته ايه؟ تعالى كده نبص بصة على القطعة دي. دي طبعا القطعة او المين الخاص بشاشات ال LED. وباختصار شديد ان الباور ده بيعوضك عن دايرة التقطيع اللي بتكون مكونة من عدة عناصر الكترونية واشهرهم المصفت والمذبذب. لو حصل لا قدر الله انفجار شديد في العناصر او المكونات دي، وطبعا ما قدرتش تعرف ولا رقم المذبذب ولا رقم المصفت، تقدر بكل بساطة انك ترفع العنصرين دول وتركب الدايرة او الباور الخارجي ده. ده بيعوضك عن دول باسهل الطرق. طيب هنا الباور ده ليه طريقة تركيب. طيب طريقة التركيب دي ازاي يا صديقي؟ هتلاقيني سايب لك فيديو لطريقة تركيب الباور الخارجي لشاشات ال LED بشكل مبسط وبالتفصيل الممل، وهتلاقيني سايبه لك في الوصف. طيب الباور ده سعره كام ونقدر نجيبه منين؟ مبدئيا خليني اقول لك على حاجة، كل العناصر الالكترونية اللي هتلاقينا بتكلم عنها النهاردة هتلاقي الاسعار بتاعتها بتختلف من مكان لمكان ومن تاريخ لتاريخ. يعني الفيديو النهاردة ممكن تكون حضرتك بتتفرج عليه بعد 3-4 سنين، فمستحيل السعر هيكون ثابت الفترة دي كلها. طيب منين نجيب الحاجات دي؟ من اي محل بيبيع قطع غيار الكترونيات، لان كل مكان وكل مدينة فيها محلات بتبيع الحاجات دي. طبعا لو حضرتك هنا في نواحي الجيزة والقاهرة يبقى احسن مكان تنزله هو باب اللوق والعتبة. فين بالظبط؟ دور وهتلاقي كتير جدا. طيب الباور ده بيعمل كام في الوقت الحالي؟ الباور ده بيعمل 25 جنيه مصري، يعني تقريبا 1 دولار. وانا عارف ان الدولار ب30، بس ادينا بنقول 1 دولار. تمام، طيب احنا عرفنا الباور ده باستخداماته ايه والكلام ده كله. طيب بما اننا احنا بنتكلم عن الشاشات، يبقى هنروح على الحاجة التانية دي اللي حضرتك شايفه ده. ده انفرتر خارجي. كلنا عارفين ان الشاشات بتشتغل بليد، علشان تحصل اضاءة لازم يكون في ليد، والليد بيشتغل عن طريق حاجة اسمها الانفرتر. الجزء ده بيكون مسؤول عن الانفرتر او عن رفع الجهد علشان يقدر يشغل الليدات اللي بتخلي الشاشة تنور. وهنقول ان انت ركبت ليدات للشاشة وتمام، ولكن الليدات مش عايزة تنور. دليلا على كده ان عندك مشكلة هنا في دائرة الانفرتر. طيب انت حاولت كتير ما قدرتش تصلح العطل ده، وقفت معاك خلاص مش عارف تعمل المشكلة دي، بكل بساطة هتجيب الانفرتر الخارجي ده. وطبعا في منه انواع واحجام على حسب نوع الشاشة اللي حضرتك شغال عليها. يعني اللي حضرتك شايفه معايا ده يشغل معاك لغاية 55 بوصة، في حاجات اقل من كده. طبعا القطعة او الانفرتر اللي حضرتك شايفه ده بتاع الشاشات ال LED، علشان في انواع تانية بتاعت الشاشات ال LCD، وده بيختلف معانا. في ميزة هنا يا صديقي في الانفرتر ده، هنا في مقاومات اهي. تمام، طبعا على حسب الجهد اللي هيخرج من الليدات. انت شوف عاوز كام فولت للليدات على حسب حسبة الليدات، شوف عاوزة كام فولت. والمقاومات دي بتقدر ان انت تقفلها بالبريدج اللي ناحيتها ده. هنا في بريدج اهو، تمام، بتقفله مجرد بس ما بتحط عليه قطعة قصدير بيتقفل معاك، يبدأ يشغل معاك المقاومة اللي قصاد منه، وهكذا في كل البريدجات لو انت عاوز تعلي الفولت. وطريقة تركيبه برضو كنا عملنا عنها فيديو، وان شاء الله هتلاقيني سيبهولك في الوصف. طيب سعرها كام؟ سعرها 80 أو 85 جنيه، 80 أو 85 جنيه، يعني في حدود 3 دولار. خلاص احنا قدرنا نعرف الحاجة دي. وطبعا مش عاوزين ننسى ان ممكن يقابلك عطل في
الصوت. برضو الكلام ده عن الشاشات، لما يكون عندك مشكلة في دايرة الصوت وغيرت الاي سي، عملت كل حاجة بكل المحاولات، ايضا الصوت مش عاوز يشتغل معاك، يبقى بكل بساطة دي دايرة 5 فولت. ركز، دي دايرة 5 فولت، شكلها شيك وجميلة ومفيش اي مشاكل خالص، بقطعة دبل فيس هتلزقها هنا فوق الشوبر او هتلزقها على جنب كده، مبتاخدش مكان ولا مساحة، هي طبعا اس ام دي، تمام. هتديلها موجب وسالب 5 فولت اهو من هنا، وهتديلها ارضي، وهتديلها اشارة، وهتوصل عليها السماعات، هنا سماعة وهنا سماعة، وهتشتغل معاك الصوت زي الفل. وده طبعا كنا برضو عملنا عنها فيديو تفصيلي، ان شاء الله ايضا هتلاقيني سيبه لك في الوصف. القطعة دي هتلاقيها تقريبا في حدود 25 جنيه، يعني برضو 1 دولار. انا ليه بشرح لك استخدامات العنصر او المكون؟ علشان تشوف حضرتك هتحتاجه ولا مش هتحتاجه، لان انت ادرى، ممكن حضرتك تكون ما بتشتغلش في الشاشات، يبقى مش هتحتاج القطعة دي ولا هتحتاج الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية، والعكس صحيح، تمام. ما ننساش طبعا ان هنا دايرة صوت ايضا، ولكن دي بتشتغل ب 12 فولت وليها استخدامات اخرى، تقدر انت تشغلها عادي للشاشة، ولكن المشكلة البسيطة ان هي حجمها اكبر، ولكن هي كده كده هتشتغل برضو بنفس الكفاءة، نفس الطرق، نفس طريقة التوصيل التانية، هي نفس الطريقة، ولكن دي بنفضلها للاجهزة زي مثلا التلفزيونات السي ار تي، التلفزيونات اللي هي الكبيرة القديمة، الشاشات ال LCD، الحاجات اللي بيكون ان انت مش محتاج مساحة كبيرة زي دي. انا عارف ان دي برضو مساحتها مش كبيرة اوفر زي ما احنا يعني متخيلين، ولكن كل ما تقدر انت تصغر في حجم الحاجة بيكون افضل، زي ما حضرتك شايف كده الفرق كبير، ما هو باين اهو، تمام. هتلاقي سعر دي برضو قريب من سعر التانية، يعني من 25 ل 30 جنيه. تقدر طبعا لو جبت 2 من دي مع بعض تركب عليهم سماعة حلوة وتعمل بهم صوت قوي وتشغل بهم اي سماعة وانت في المنزل. وبما انك طبعا واكيد هتشتغل في الاجهزة ال HD اللي هي الرسيفرات ال HD يعني، فانا جبت لك بوردة علشان نبص بصة ونشوف الحاجات اللي هنحتاجها منها. ايه هي اشهر المكونات اللي هتبوظ في الاجهزة ال HD دي؟ اول حاجة عندك هنا بيكون الاي سي اللي حضرتك شايفه ده، الاي سي اللي هو بثمن رجول، ده اي سي الاشاره، بيكون سبب كبير جدا جدا ل 80% من الاعطال اللي بيكون سببها الاجهزه دي. يعني على سبيل المثال ممكن يجي لك جهاز منور لمبه حمراء بس، هتلاقي الاي سي ده هو السبب، ممكن يجي لك جهاز قاطع باور تماما، ممكن يجي لك جهاز قاطع اشاره، كل ده بيكون سببه الاي سي ده، ودي طبعا احنا عارفين ان دي بتكون اشهر الاعطال دي. عندك هنا منظم جهد اس 15، منظم جهد اس 15، وهنا منظم جهد اس 47، كتبت معايا هنا اس 8035 ده، تمام. شوف انا يعني انا مكتر منه، مفيش مره بروح الا واجيب منه، ممكن يكون عندي كتير وانا ناسي، او ممكن عارف بس انا بحب اكتر منه لانه منتشر جدا وهتحتاجه في الاجهزه ال HD كلها. وعندك اهو زي ما احنا قلنا الاس 15 والاس 47، ده بالنسبة للأيسات. طب المكثفات، المكثفات لو كتبت معايا بس كده يعني، لو حضرتك ماسك يعني الورقة والقلم، اكتب 220 16 16 فولت، يعني 220 ميكرو 16 فولت، و100 ميكرو على 16 فولت، و100 ميكرو برضو على 25 فولت، و470 ميكرو على 16 فولت، و470 ميكرو على 25 فولت، و220 ميكرو على 25 فولت. دي المكثفات اللي هتحتاجها في الموضوع ده. طيب بالنسبة للوصلات او يعني السوكتات، عندك هتحتاج السوكت ده، ده سوكت العدسة نفسه، تمام، بيكون في منه ريش ارجل، يعني ارجل واقفة زي كده، وبعد كده بيكون في منه نوع تاني الارجل بتاعته بتكون نايمة، بتجيب من ده ومن ده. بالمناسبة الايسهات دي هتلاقي سعرها يعني من 10 جنيه ل 20 جنيه الواحد، يعني ممكن مثلا على حسب الكمية اللي هتاخدها، ما هو لو هتاخد 5 اختلاف ما تاخد 10 اختلاف ما تاخد 20 وهكذا. نيجي مثلا على مداخل ال HD، هتجيب مثلا سوكت ال HD، حضرتك ماسك الريسيفر في ايدك وعارف ايه الحاجات اللي ممكن تحتاجها، عارف ان ممكن يكون بيجي لك مشاكل بسبب علبة التيونر بتاعة الاشارة او مداخل USB والسوكت وهكذا، تمام. دي اكتر الحاجات اللي هتحتاجها للريسيفرات ال HD ومفيش كلام تاني. بعد كده لو هنتكلم عن الريسيفرات العادية، يبقى هنجيب الباورات اللي حضرتك شايفها دي، ده باور 4 طرف لمعظم اجهزة المعالج علي، الريسيفرات الصيني العادية بتلاقي الباور بتاعها 4 طرف، عبارة عن سوكت بتوصله على طول وتوصل الكهرباء يشتغل معاك. احنا طبعا مش هنطول في الموضوع ده لان الموضوع ده يعني قديم، ولكن احنا بنكمل كل حاجة علشان
المعلومة توصل كاملة. الباور ده هتلاقي الواحد فيهم بيعمل في حدود ال 30 جنيه، الواحد من ده اللي هو الأربعة طرف. طيب تمام، نروح للباور التاني وده بنسميه الباور الوسط. طبعا الباور ده أقصى جهد ليه بيكون 21 فولت، يعني أعلى حاجة 21 فولت، والجهود بتاعته بتكون 3.3 فولت و15 فولت و21 فولت وارضي. ده الباور الاربعه طرف. طيب نيجي على الباور الثاني ده وده بنسميه الباور الوسط. الجهود بتاعته زي ما احنا عارفين 5 فولت و12 فولت 3.3 و24 وارضي. دي الجهود بتاعه الباور ده. طب ليه الباور ده مختلف عن الثاني؟ زي ما حضرتك شفت فيه جهود اضافيه عن الباور الثاني، ده غير ان ده بنقسمه على اجهزه معينه، يعني في اجهزه بتلاقيها بتحتاج جهود اكتر من التاني ده، فاحنا بنضطر ان احنا ناخد الكابل بتاع الباور القديم اللي هو خاص بالرسيفرات التانية زي رسيفرات الترومان وكده، تمام؟ ولكن انا ما بتكلمش عن الترومان ال 150 او الحاجات الضخمة، احنا بنتكلم عن الترومان العادي زي التلات تلاتات وكده، تمام؟ نروح مثلا للباور التاني. طبعا الباور ده هتلاقيه من 35، يعني من 30 ل 35، هتلاقي الفرق برضو قريب من الباور اللي قبله. نروح على الباشا ده، والباشا ده بيكون مختلف عنهم كلهم، نفس الكلام، باور بيوصل له كهرباء بيخرج مع الجهود وهكذا، ولكن ده الجهود بتاعته اكتر من التاني. زي مثلا في 5 فولت، في ارضي، في 3.3 فولت، في 12 فولت، في 33 فولت، وفي 22 فولت. طيب ده بيعمل كام؟ بنحتاجه ليه؟ فاكر لما قلت لك الاجهزه الضخمه دي زي الترومان 150 وكذا وكذا، اهي الاجهزه دي بتحتاج 30 فولت، وال 30 فولت مش موجوده الا في الباور ده. نفس الطريقه ونفس التقسيم، بنقسمه وناخد الكابل ونوصل الوصلات والكلام اللي احنا شرحناه قبل كده في فيديو، ولكن الفرق في الجهود مش اكتر، وهتلاقي الباور ده في حدود ال 50 جنيه. اغلى باور فيهم. نيجي للسماعات الصب وخلافه. لو عندك مشكله في الصب انه مش عايز يقرا بيانات الفلاشه او القطع اللي بتركب فيها الفلاشه واللي بيكون فيها البلوتوث ودايره التحكم بمعنى اصح فيها مشكله مش عايزه تتصلح، طبيعي ان احنا كلنا عارفين الموديل بلوتوث او الام بي 3 ده، وده طبعا بنركبه بيعوضنا عن الفكره دي. هتلاقي سعره في حدود ال 100 جنيه. حاليا بقى سعره في حدود ال 100 جنيه، زمان ما كانش فيه الكلام ده. هتجيب قطعتين وتخليهم عندك. وعارف برضو حضرتك هتسالني وتقول لي بتركب ازاي؟ هقول لك نفس الكلام، عامل عنها فيديو. ما هو انا ما ينفعش اعيد الحاجه اكتر من مره علشان الناس ما تملش وتزهق يعني. طيب حضرتك شايف الليدات اللي حضرتك شايفها قدامك دي؟ ابعد عنها خالص، مش هتحتاجها في اي حاجه، صدقني مش هتحتاجها. واللي بعده وهي القطعه دي، شايف يا صديقي القطعه دي؟ دول مش قطعه، دول قطعتين اهو. القطعتين دول بكل بساطه عباره عن دائره شحن وتفريغ للبطاريات الليثيوم. انا عارف ان بعض الناس مش هتحتاجها، انا عارف ومتاكد من ده، ولكن نبذه بسيطه وسريعه عنها. دي دائره شحن بتوصلها من هنا بالشاحن التايب سي، او في منها مثلا السامسونج او كذا او كذا، مش مشكله. يعني هي بتاخد من هنا ال 5 فولت ومن هنا اربع نقط، 1 2 3 4، دي موجب، والنقطه الاخيره اللي هنا سالب، دول الاوت الخارج اللي بيروح للجهاز المراد تشغيله. والنقطتين اللي في النص دول، واحده بي سالب وواحده بي موجب، دول اللي بيروحوا على البطاريه علشان يشحنوا البطاريه، والنقطتين اللي من بره دول هم اللي بيخرجوا الجهود. في منها شحن فقط، هتلاقي بس موجب وسالب البي، ولكن مفيش الاوت اللي هو الخارج، تمام؟ هنا الدخل وهنا الخارج. القطعه دي هتلاقيها في حدود 30 او 35 جنيه، انت كده عرفت هي بتستخدم في ايه. شوف بقى لو هتحتاجها هتجيبها، يعني ممكن مثلا لو عندك صب او حاجه من الحاجات اللي بتشتغل بشحن 5 فولت ومنطقه الشحن اتدمرت مش شغاله خالص، فبكل بساطه هتاخد الدايره البسيطه دي وتوصلها ليها وهتدي لها شحن للبطاريات وتفرغ على دائرة الصوت او الجهاز المراد تشغيله وهتشتغل معاك باذن الله. وبما اننا اتكلمنا عن السماعات الصب وقلنا ان احنا هنحتاج القطعة دي كذا وكذا، هنيجي ونروح على ايسيهات الصوت. ايسيهات الصوت بتكون بالشكل ده، ده اسمه ايسي صوت. نفس الشكل ده بيكون في واحد رقمه 2030 TDA 2030 والتاني TDA 2003،
2003. طبعا الايسيهين دول هيكونوا بنفس الشكل ونفس طريقة التركيب، ولكن ارقامهم مختلفة على حسب اللي هتخرجه من الصب نفسه. بتلاقيه موجود بدائرة الصوت الخارجية اللي حضرتك شايفها دي من خلال الصورة، في سماعات الصب زي التايجر والسماعات القديمة، وكمان هتلاقيه موجود في بعض التلفزيونات الصيني CRT. انصحك انك تجيب من النوعين لانك كده كده هتحتاجه. لكن بالنسبة للتلفزيونات CRT اكتر حاجة بتحتاجها ليها وهي المكثفات، دي اكتر حاجة بتحتاجها للتلفزيونات CRT. تاني حاجة بيكون دائرة الباور اللي حضرتك شايفها من خلال الصورة دي بتكون دائرة باور اسيليتور، في منها 180 واط وفي منها 100 واط، يعني 180 واط للاجهزة الاكتر من 21 بوصة، وال 100 واط بتكون للاجهزة ال 21 بوصة. ولكن الاي سي اللي حضرتك شايفه ده اي سي 78040، وده بيكون اي سي الفيرتيكال، واحنا عارفين يعني ايه فيرتيكال، تمام. هتجيب برضو من الاي سي ده. نروح على المكثفات، وحضر لي الورقة والقلم بتوعك وخد خط كده تحت الحاجات اللي احنا كتبناها واكتب معايا. عندك مكثف 1000 ميكرو على 16 فولت، و1000 ميكرو على 25 فولت، و1000 ميكرو على 50 فولت. المكثف ده هتحتاجه في السماعات الصب، هتحتاجه في التلفزيونات CRT، هتحتاجه في الشاشات، وهتحتاجه في حاجات كتير جدا. تاني حاجة المكثفات 470 ميكرو على 16 فولت، 470 ميكرو على 25 فولت، و470 ميكرو على 50 فولت، برضو نفس الكلام هتحتاجهم في كل دول. بعد كده 220 ميكرو على 16 فولت، 220 ميكرو على 25 فولت، 220 ميكرو على 50 فولت. بعد كده 2200 ميكرو على 25 فولت، و2200 ميكرو على 50 فولت. دول هتحتاجهم في التلفزيونات CRT وهتحتاجهم في السماعات الصب. بعد كده بنروح على 100 ميكرو على 50 فولت، بتحتاجه في التلفزيون CRT وبتحتاجه في اجهزة كتير. بعد كده بنروح على 47 ميكرو على 400 فولت اللي انت شايفه ده بنحتاجه في الريسيفرات وفي اجهزة كتير. بعد كده 10 ميكرو على 250 فولت. بعد كده 47 ميكرو على 50 فولت. بعد كده اكتب 47 ميكرو على 160 فولت، وبرضه اكتب 100 ميكرو على 200 فولت. دول بتحتاجهم في التلفزيون CRT وتحديدا في جهد ال 110، ودي اشهر المكثفات اللي حضرتك هتحتاجها في المجال ده. نروح على المقاومه المتغيره قبل ما انسى، ودي مقاومه متغيره 3 طرف، تمام، في منها 6 طرف، هتجيب من ده ومن ده. دي بنحتاجها للسماعات الصب لما يكون المفتاح ده او المقاومه دي بايظه في الصوت والتعليه والتوطيه والكلام ده كله، لازم تكون متوفرة عندك وموجودة، لان برضو هتحتاجها بشكل كبير لو هتشتغل في السماعات الصب. اظن كده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. زي ما قلت لحضرتك ده الجزء الثاني، انما الجزء الاول هتلاقيني سابه لك في الوصف، وبكده اقدر اكون افدت حضرتك وقلت لك على كل المكونات اللي شخصيا انا بستخدمها. انا عارف ان في مكونات اخرى كتير بس حضرتك مش هتحتاجها، ولما تبدأ بدول صدقني لما تقابلك حاجة بعد كده هتقدر تعرفها، ولكن اللي انا قلت لحضرتك عليه هو الاساس واللي مش هتبعد عنهم نهائي. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، مع الف سلام.